هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفال الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه. تبيان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد ايها الاحبه الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نكمل ايها الاحبه ما بداناه في الحلقه السابقه قصه اصحاب الاخدود قصه التضحيه والثبات على الايمان والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى قصه الصراع بين اهل الحق واهل الباطل في هذا الزمان نحتاج الى مثل هذه القصص والأمة الإسلامية تواجه جبروت الباطل وأهله، نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. تركنا المذبحة قائمة والتي أقامها الملك المشرك صاحب السحر والشرك والضلالات فقتل جليسه الذي كان أعمى ثم آمن قتله شر قتلة بالمنشار من مفرق رأسه وأقصه إلى نصفين وكذلك فعل بالراهب. والان جاء دور الغلام قال الغلام ارجع عن دينك كلمتين فابى فامر بقتله بطريقه اخرى بعثه مع مجموعه من زبانيته الى جبل حدد لهم جبل معين وقال اذا بلغتم ذروته فان رجع عن دينه والا فالقوه وكان حريص ان يرجع عن دينه كان حريص على هذا الغلام ان يرجع عن دينه لانه يعني كان يخشى التأثير الاجتماعي فأخذوه وصعدوا به الى ذلك الجبل المسمى وعرضوا عليه العرض الاخير فرصه الاخيره فأصر وقال دعا الله تعالى قال اللهم اكفنيهم بما شئت ما حدد يعني لم يحدد اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فتساقطوا اجمعين تساقطوا اجمعون من على رأس الجبل ورجع الغلام يتلمس حتى دخل على الملك رجع إليه رجع إلى الملك فقال ما فعل أصحابك قال كفانيهم الله عز وجل اتعظ هذا الطاغية لم يتعظ غبي لم يتعظ أمامه آية الآن يعني الغلام نجا بطريقة وحدة هذه الطريقة كافية لأن يؤمن لكن الطغيان والجبروت يعمي صاحبه ويعطل عقله فبعثه مع نفر في زورق قال اذا دخلتم به البحر فان رجع عن دينه ولا غرقوه فدخلوا به البحر فقال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت هذا عنده الكلمه خط الدفاع التي اهلكت اعداءه فغرقوا جميعا ورجع الغلام حتى دخل على الملك قال ما فعل اصحابك قال كفانيهم الله عز وجل الملك ما زال مصر ان يقتله يعني الـ الـ هذا الاصرار والتعطش للدماء اعمى بصيرته وعقله ما فكر في الموضوع ان الله تعالى انجى هذا الغلام عنده هدف شيطاني يريد ان يقتل هذا الغلام الغلام قال للملك يعني قال له كلام غريب جدا ولكن هذا الكلام الغريب له مغزى عظيم جدا هو كلام غريب جدا في ظاهره لكنه في جوهره عظيم جدا وكان فيصل في الموضوع ماذا قال؟ الغلام يقول للملك انك لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به فان فعلت ما امرك به قتلتني وانك والا فانك لا تستطيع قتلي. الله غريبه يعني يقدم له عرض في طريقه قتله ماذا يريد الغلام من ذلك؟ أن يبحث عن الموت؟ لا هو يبحث عن الحياه يبحث عن الحياه وقد حصل عليها يبحث عن الحياه الحقيقيه قال وما هو؟ قال تجمع الناس تجمع الناس في صعيد ثم تصلبني على جذع فتاخذ سهما من كنانتي ثم قل بسم الله رب الغلام فانك اذا فعلت ذلك قتلتني ففعل وضع السهم في كبد قوسه ثم رمى فقال بسم الله رب الغلام فوضع السهم في صدقه فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات طيب إيش اللي حصل قال الناس آمنا برب الغلام ثورة اجتماعية فقيل للملك أرأيت ما كنت تحذر فقد والله نزل بك قد آمن الناس كلهم هذا اللي أنت كنت خايف منه تسببت فيه بيدك هذه الحياه التي كان يبحث عنها الغلام الشهاده في سبيل الله احياء المجتمع نشر دين الله سبحانه وتعالى آه هنا الان هزم الطاغيه ووقع الشيء الذي كان يحذر منه مضى في غلوائه امر باخدود عظيم جدا شق كبير في الارض وطويل اضرمت فيه النيران وقال هاتوا الناس من رجع عن دينه فاتركوه ومن أبى فرموه في النار ورموه في هذا الأخدود العظيم الملتهب الناس ماذا كانت ردة فعلهم رأوا شواهد الإيمان أمامهم ولم يمضي على إيمانهم إلا لحظات المشهد الذي رأوه في قتل الغلام هو بداية عهدهم بالإيمان والآن أمامهم النار في هذا الأخدود العظيم كانوا يتدافعون الى السقوط في الاخدود ويتجارون كذلك لا اله الا الله قوه الايمان واثر الايمان من ضمن هذه الجموع المؤمنه جاءت امراه بابن لها ترضعه صغير في في حجرها ترضعه تقاعست شفقه على هذا الصبي نطق الصبي انطقه الله سبحانه وتعالى فقال يا امه اصبري فانك على الحق فقذفوا بها في النار قصه الايمان عندما يتغلغل في القلوب كيف يجعل الانسان يتحمل الشدائد التي لا يتحملها البشر ويضحي لاجل دينه ففازوا بالحياه الحقيقيه وخلد الله تعالى ذكرهم هذه الملحمه العظيمه من بطلها غلام نعم غلام ايها الاخوه ليس شيخا كبيرا حكيما مجرب في الحياه اذا الغلام في هذا السن يستطيع ان يتشرب المبادئ العظيمه ويستطيع ان يضحي لاجلها ويستطيع ان ينجز نعم يستطيع اذا وضع على الطريق وبطبيعه الحال فان الناس يتفاوتون في ذلك العنايه بالشباب والعنايه في بالفتيان والاطفال في وقت مبكر وتغذيتهم بالإيمان الذي يحميهم بإذن الله سبحانه وتعالى من البيئات الفاسدة ومن المفاهيم الفاسدة وفي هذه القصة العجيبة الغلام بعث به هذا الملك الجبار ليقتل فنجا أن جاء الله سبحانه وتعالى يعود إليه لا يهرب لماذا؟ لأنه صاحب مبدأ عنده رسالة يريد أن يحققها حتى ولو قتل ليست القضية أن يهرب ويعيش على وجه الأرض ويأكل ويشرب القضية أن يحقق مبدأه فكان يعود مرتين وهو يعود وكان باستطاعته أن يهرب ويغيب ولن يلومه أحد وفي هذه القصة العظيمة أن النصر الحقيقي هو انتشار المبدأ إذا انتشرت المبادئ العظيمة على رأسها الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتوحيد انتشار المبادئ هو النصر الحقيقي وليس النصر هو الفتك والقتل والغلبه الماديه، لا النصر الحقيقي ان تنتشر مبادئك التي تق... التي تحيا لاجلها وتناضل من اجلها. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحسن عاقبتنا في الامور كلها وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفال الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جده